عودة الخدمات الحيوية والأساسية، اعتماد أساليب الجاهزية، والشروع في تعويض المتضررين من التقلبات الجوية ببعض الولايات هي إجراءات أمر رئيس الجمهورية باتخاذها بشكل فوري خلال ترأسه لمجلس الوزراء. إجراءات تعكس وفق برلمانيين حرص السلطات العليا في البلاد على مرافقة المواطنين والوقوف معهم خلال هذه الأمطار الموسمية. قرار سيد رئيس الجمهورية بالتسريع في تعويض المتضررين يعني نثمنه غاليا. هذا طبيعة الحال من أساسيات الدولة الاجتماعية التي أرادها الشهداء عند تحريرهم بين أول نوفمبر، وهذا كذلك من شيم رئيس الجمهورية. مواطنون عبر بعض الولايات التي مستها الأمطار الأخيرة يعربون عن ارتياحهم للإجراءات العاجلة التي اتخذها مجلس الوزراء، خاصة وأنها تشمل تعويضات للأضرار المادية التي مستهم. الحقيقة هو السيد رئيس الجمهورية عودنا بالقرار القرارات السريعة والصارمة في كل ما يتعلق بالمواطن، ولا أدل على ذلك أخذ قرارات سريعة بالتكفل بالمواطنين المتضررين من الفيضانات الأخيرة. القرارات الأخيرة السيد رئيس الجمهورية تعكس الطابع الاجتماعي والتضامني للدولة الجزائرية. التعليم الأخيرة حقيقة لاقت ثناء كبير خاصة من الفلاحين. كل هذا يعني يصب في صالح المواطن، خاصة مواطنينا في ولاية بشار على وجه الخصوص ولاية نعمل، وإن شاء الله القرارات هذه إن شاء الله تنفذ في أقرب وقت ممكن. رغم أن الأمطار الأخيرة ساهمت في امتلاء عدد من السدود والآبار، إلا أنها خلفت بعض الأضرار ما استدعى وضع تدابير استباقية تجنباً لأي خسائر مماثلة.